السلام عليكم يا جماعة، نستكمل الجزء الثاني. وصلنا لحد ان احنا وصلنا الى البي ليمفوسايت اللي متأكتفة بالتي هيل بارسيل. ديت مسؤولة عن حاجة اسمها هيومرال ميدييتد اميونيتي، في حاجة اسمها سيلولار ميدييتد اميونيتي، يعني المناعة الخلوية اللي هي ان السيل زي التي سيل توكسيك سيل تهاجم خلية من خلايا الجسم المصابة وتقتلها. اما هيومرال يعني ايه؟ القتل باستخدام او اسف تدمير الانتيجين باستخدام الانتي بودي الاجسام المضاده. يبقى كده في فرق بين المناعتين، في مناعتين احنا عندنا دلوقتي، مناعه اسمها سيلولار ميدييتد اميونيتي، يعني المناعه عن طريق تي سيتوكسيك سيل التي تقتل خلايا الجسم المصابه بالفيروس. وعندي حاجه اسمها هيومرال ميدييتد اميونيتي، يعني التدمير للبكتيريا او للانتيجين عن طريق استخدام الانتي بودي او الاجسام المضاده. طيب بيقول لك ايه بقى، عشان احنا كنا حاكيين الكلام ده في الفيديو. اما البي ليمفوسايت تبدا تهاجم الفورين انتيجين، ديت بايند تو ات، يعني ترتبط بيه تحت تاثير السيتوكاينز اللي هو بيفرز من التي هيل بارسيل، وبعد كده ماتشور، يعني تبدا يحصل لها ماتشور، يعني تطور او نضوج، وتبدا اسمها بلازما سيل. البلازما سيل هي اللي تفرز مين؟ الانتي بودي. خلاص اوكي. هرجع لحته انواع الانتي بودي ديت في الاخر عشان بس اكمل القصه بتاعتي، تبقى سرد القصه عامل ازاي. مش هقف عند حته الانتي بودي وانواعها، اخليها في اخر ايه، اخر الجزء. هخش على طول على النوع او الكومبوننت الاخر من الكومبوننت بتاع الجهاز المناعي اللي هي الناتشورال كيلر سيل. دي بيقول لك ان هي نون سبيسيفيك تايب من الليمفوسايت. يبقى الليمفوسايت نوع ثالث ظهر لنا اهوت، اسمه التي كيلر سيل، اسف الناتشورال كيلر سيل. النوعين الرئيسيين فيه اسمهم التي سيل والبي سيل. النوع ده ما بيذكرش قوي، ليه؟ لانه داخل في المناعه الطبيعيه. يعني ايه؟ يعني على طول اوريدي هو اي جسم غريب عن جسم الانسان بيبدا يهاجمه بدون تاثير لحاجات اخرى، او دون تاثير لاشياء اخرى، او دون تاثير لسيل اخرى. طيب يعني ايه؟ يعني بيقول لك دلوقتي ان المناعه الطبيعيه ايه، خلينا بقى نرجع للقصه ديت. المناعة الطبيعية في الإنسان تشمل مين؟ تشمل إيه؟ تشمل أول حاجة الجلد، زي ما إحنا اتكلمنا، كنت كلمتكم وإحنا في المحاضرات قبل كده. وبعد كده ممكن يكون الميوكوس ممبرين اللي هو الغلاف الخارجي للجهاز الهضمي كله. يعني أي جسم غريب يبدأ يهاجم، بيهاجم الجسم، بيهاجم الجلد من بره. طيب الجلد والهير اللي موجود عليه، الشعر اللي موجود عليه، قدر يوقف عمليه الغزو ديت، يبقى كده جزء كويس. طيب اتطور الموضوع اكتر، دخل من الفم الى الميوكوس ممبرين اللي موجوده في السلايفا اللي هو اللعاب، ده يعتبر خط دفاع اول، بيسموها ناتشورال اميونيتي، المناعه الطبيعيه. دي المناعه الطبيعيه بقى، ان هو اللعاب لو قدر يدمر الجسم الغريب ده كده كويس. طب ما قدرش، يبدا يخش في الجهاز الهضمي، يخش على حموضه المعده والحامض المعوي اللي موجود في المعده. لو قدر يدمر هذا الموضوع، او قدر يدمر هذا الجسم الغريب، ماشي. ما قدرش وتخطى كل الحواجز ديت، وقدر الانتيجين ده انه يخش الى الدوره الدمويه، اول حد بيقابله اسمه الناتشورال كيلر سيل، خلايا القاتله الطبيعيه ديت، ما بتكونش تحت تاثير اي حاجه تانية، نون سبيسيفيك، يعني غير متخصصه. اي جسم غريب تبدا تهاجمه، بتفرز مواد كيميائيه تبدا تقتله او تقتل الجسم، هذا الجسم الغريب فقط لا غير. ان هي اي خليه مصابه من الانسان تبدا، او اسف، من يعني خلي يعني جزء خارجي جاي للانسان يبدا يتدمر عن طريق الناتشورال كيلر سيل. اوكي طيب لحد دلوقتي كده اسمه ايه؟ مناعه طبيعيه. يبقى المناعه الطبيعيه تشمل
مين؟ الجلد والشعر اللي على الجلد والميوكس ممبرين وافرازات الفم وافرازات المعده والنشره الكيلر سيل. طيب تجاوز كل ده يبدا بقى يخش في القصه اللي احنا شفناها قبل كده، اللي هو بقى يبدا يتعرض بالماكروفاجس ويبدا القصه الدوره الثانيه. اوكي، الدوره الثانيه دي بقى اللي هي تهيئه التي لينفوسايت، التي سايت توكسيك، تنشيطها او تنشيط البي لينفوسايت. اوكي، بيسموها المناعه المكتسبه. اوكي، والمناعه المكتسبه نوعين، اللي قلنا السيلولار اللي هي عن طريق التي سايت توكسيك سيل، والهيومرال اللي هي عن طريق البي لينفوسايت. خلاص، يبقى القصه كده فهمناها عامله ازاي. المناعه نوعين، طبيعيه او ناتشرال ومكتسبه. المكتسبه اللي هي مين؟ التي سايت توكسيك سيل، دي متخصصه، كل واحد منهم ليه تخصص معين او متخصصه في نوع معين من الفيروسات. اللي هي يعني الفرق بين الاثنين برضو واضح جدا برضو على طول، ان هو الجسم لو اتهاجم قبل كده بالفيروس بيسموه ان هو انتج ليه مناعه مكتسبه، اللي هي ايه؟ تمثل نوع معين من التي سايت توكسيك سيل، او انه اتفرز له انتي بودي مخصوص ليه. ده بيسموها كده مناعه ايه؟ مكتسبه. المناعه الطبيعيه تشمل لي كل اجهزه الجسم الخارجي كده، زي ما احنا اتكلمنا السيرفس بتاع الجسم الخارجيه والميوكوس ممبرين والصلايبه وكل الكلام ده كله، وكمان يشمل منهم الناتشورال كيلر سيل. خلاص؟ عشان كده احنا ما ذكرناش في انواع الليمفوسايت في الاول، خلاص، لان هي تعتبر نون سبيسيفيك او غير متخصصه. خلاص، المتخصص قوي فيهم اللي هو التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت. خلاص، يبقى ادي كده الناتشورال كيلر سيل زي ما احنا اتكلمنا، نون سبيسيفيك تايب من الليمفوسايت، نوع من الليمفوسايت غير نون سبيسيفيك يعني غير متخصص، تبدا ديستروي او تدمر كل الفورن انفيدرز، يعني كل الغزاة الخارجيين، بان هي تعمل ريليزنج، تطلق سايتوتوكسيك كيميكالز وتفرز سايتوكاينز. خلاص، طيب ممكن ان هي يعني معنى الكلمه الاخيره ديت، بيقول لك ان لو حصل لا قدر الله تغير في الميجر هيست كومباتيبلتي كومبلكس، يعني اللي هو النوع الاول اللي موجود على السيرفس في كل الخلايا، في كل الخلايا اللي فيها النوكليوس، او حصل تطور لا قدر الله او طفره، تبدا ممكن برضه يكون مسار للناتشورال كيرا سيل ديت ان هي، او هدف للناتشورال كيرا سيل ان هي تهاجم. اوكي، السيتوكاينز اقول لك انواعها دلوقتي، دي الكومبوننت اللي موجود من الكومبوننت بتاعه الجهاز المناعي. هرجع بقى اخد القصه كلها على بعضيها واشرحها على الفيديو شرحا مفصلا، عشان يبقى احنا كده وصلنا ايه لجزء كويس من القصه ديت، ونبقى فاهمين احنا وصلنا لحد فين. اوكي، القصه بقى من بدايتها، باثوجين او جسم غريب، بكتيريا او فيروس يهاجم الانسان، عدى كل الحواجز الطبيعيه اللي هو عدى الجلد، عدى السلايفا اللي هي اللعاب، عدى الجاستريك جويسس اللي هي العصاره المعويه، خلاص، واصبح دخل الدم، وكمان عدى من الناتشورال كيلر سيل، ما قدرتش تموته او ما قدرتش تهاجمه. خلاص، دخل على مين؟ من اول هنا كده اسمها المناعه المكتسبه. خلاص كده تخطينا كل المناعه الطبيعيه، ادي المناعه المكتسبه اهي، ان هو الباثوجين عدى من كل الفلاتر اللي قبل كده، وبقى له فلتر ايه؟ الخلايا اللي هي الماكروفاجس. عمل ايه في الماكروفاجس؟ دخل جواها جزء من اهو، حصلت عملت له ابتلاع، بلعته، دمرته الى اجزاء صغيره. اوكي، دمرته الى اجزاء صغيره، عرفته عن طريق الميجر هيست كومبتابيلتي تايب 2 الى مين؟ الى مين؟ الى التي هيلبر سيل. يبقى كده على طول يا جماعه التي هيلبر سيل، تيجي التي هيلبر سيل، جت التي هيلبر سيل، مسكت في الاثنين اهمت. اوكي، عملت ايه؟ افرزت، اول ما مسكت تبدا الماكروفاجز تفرز
الموصل بتاعها او اللي بيعمل توصيل او يعمل استثاره اللي هو الانترلوكين واحد اللي هو نوع من انواع السيتوكاينز. اوكي تمام. وتفرز تبدا اوكي نشاطه التي هيلبر سيل ان هو يفرز مين؟ انترلوكين من النوع 2. تمام. تبدا ادي الانترلوكين من النوع 2 ينتقل لمين؟ ينتقل الى حاجتين، البي لينفوسايت والتي لينفوسايت، ينشطهم. نشط اول حاجه التي سايتوتوكسيك سيل اللي هي التي كيلر سيل او التي لينفوسايت من النوع الاول. خلاص تمام. عمل ايه بعد كده؟ ادي خليه من الجسم اتهاجمت بالفيروس ودخل جواها واتكسر الى اجزاء صغيره، وبدا التعريف بتاعه باستخدام الميجر هيستو كومبتابيلتي طيب مين 1. حصل ايه؟ اهوت جت تي سايتوكسيك سيل عملت ايه؟ اهوت اوكي عملت ايه؟ بدات تشوف اهوت هذا الجسم الغريب ولا تمسك فيه. تمام. مسكت فيه عملت ايه؟ تبدا تفرز كيميكالز سايتوكاينز برضو، تبدا تعمل ايه؟ تقتل الخليه المصابه بالفيروس، هي والفيروس يعني تدمر الاثنين مع بعض بعد كده. اوكي طيب نرجع بقى للقصه بتاعت بقى البي لينفوسايت بقى الانترلوكنز اللي جت جايه عملت اكتيفيشن للبي لينفوسايت اهي، جت تي هيلبر سيل تاني اهو، جت تي هيلبر سيل عملت اكتيفيشن مسكت في الجزء ده اهوت وعملت اكتيفيشن في البي لينفوسايت، عملت لها ايه؟ اكتيفيشن. خلاص حصل لها ايه؟ ماتيوريشن، نضوج اهو وتكاثر. تمام. واصبحت اسمها ايه؟ بلازما سيل، عشان تفرز مين؟ تفرز انتي بودي. اوكي اوكي تمام تمام. افرزت اهو انتي بودي كتير جدا اهوت، ادي الانتي بودي اللي هي الاجسام المضاده المتخصصة لهذا النوع من الإصابة فقط. تمام 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 أهو. هبدأ بقى عند القصة دي، آدي الأنتي بودي مسك في الأنتيجين الخاص بيه وعمل إيه؟ أهو 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 رجع تاني جوه مين؟ جوه الماكروفاجس أهي. خلاص؟ أوكي رجع جوه الماكروفاجس. هقول لك بقى هوصل لنا جوه الماكروفاجس عمل ايه. تمام. جوه الماكروفاجس عمل حاجه اسمها اهو عندي الحته اللي انا عاوزها، عمل اكتيفيشن لحاجه اسمها الكومبلمنت بروتين. كومبلمنت بروتين يبقى دلوقتي انا وصلت لحد مرحله ان الانتي بودي مسك في الانتيجين ودخل تاني جوه الماكروفاجس. ماشي. يبقى الانتي بودي ما بيدمرش الانتيجين على طول، لا هو بيمسك فيه فقط لا غير، يخش جوه الماكروفاجس عشان يبدا يتدمر. يتدمر ازاي؟ يتدمر بانه يعمل اكتيفيشن لسيستم منظومة من 20 سيركوليتنج بلازما بروتين من بروتينات موجودة في الدم، بتبدأ يحصل لها تنشيط بكاسكيد معين يعني بتتابع معين، وبالتالي الكومبلت بروتين دهوت الكومبلمنت بروتين دهوت اوكي يبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يعمل معادلة او نيوتراليزيشن لكل البكتيريا مثلا اللي موجوده او كل الاجسام الغريبه اللي موجوده ديت، وتبدا يحصل لها تحلل او تكسير، تتكسر يعني على هيئه اجزاء صغيره. دي حاجه اسمها الكومبلمنت بروتين. يبقى انا ان الانتيجين انتي بودي اكشن او فعل او رياكشن او تفاعل الانتيجين مع الانتي بودي يحفز الكومبلمنت بروتين، يبدا الكومبلمنت بروتين يبدا يدمر او يبدا يحلل او يبدا يكسر هذا المكون الموجود،
يبقى انا دلوقتي القصه بتعمل ازاي؟ ان الانتيجين يمسك في الانتي بودي ده في حد ذاته يعمل اكتيفيشن ل 20 نوع من انواع البروتينات في تتابع معين، التتابع ده في الاخر خالص ينتج عنه تدمير هذا الانتيجين والانتي بودي. تمام يا جماعه كده؟ كده وصلنا للمرحله ديت. هكمل الجزء بقى بتاعت ان هو وصلنا لاخر المرحله دي، الجزء ان هو بعد الحته ديت تمام بيسل البيسل بقى فيها جزء تاني بعد ما يحصل له اكتيفيشن ويبدا يعمل ينتج انتي بودي، تبدا يتكون جزء اخر اسمه الميموري بيسل اللي هي ذاكره البيسل. هي دي يا جماعه بقى الذاكره او مخ الاميون سيستم. يعمل ايه بقى؟ اي جسم غريب يجي بعد كده خلاص كان دخل الجسم قبل كده، اوكي، تبدا البي ميموري سيل دي تتعرف عليه، وقول اه ده كان في اصابه خارجيه قبل كده وليها انتي بودي، تبدا تفرزه على طول مباشره. يعني في اجزاء او جزء من الانتي بودي موجود اوريدي بيدور في الدوره الدمويه مجرى الانسان. يعني انا اصبت بفيروس دلوقتي اتكون له انتي بودي، الانتي بودي ده يفضل يدور معايا في الانسان. بس برضه في انواع فيروسات اخرى بيقول لك ان الانتي بودي بتاعها ممكن يكون لاوقات معينه. يعني مثلا كان على الكوفيد كان بيتكلموا يعني في ابحاث حديثه بيقول لك ان لسه ما عرفناش هو عمر الانتي بودي اللي اتكون للكوفيد ده كام؟ شهر؟ اثنين؟ سنه؟ اثنين؟ 100؟ ما نعرفش لحد دلوقتي، لسه هتتابع بالدراسات. اوكي؟ طيب لو كانت عمره 3 شهور بس يبقى دلوقتي عمر الانتي بودي اللي اتكون 3 شهور واتكسر. طيب لو الكوفيد دخل جسم الانسان تاني مين اول واحد بيتعرف عليه؟ هي البي ميموري سيل دي. تقول له اه ده انت كوفيد، اه انت كنت موجود عندي قبل كده، وهفرز لك على طول الانتي بودي بسرعه اكتر من المره الاولانيه. اوكي؟ يبقى دي اصبحت بالنسبه لي مسار الذاكره للجهاز المناعي. خلاص؟ طيب لو كان بقى عمره اطول من كده خلاص هو اول ما بيخش الجسم الاوريدي اصلا الانتي بودي بيجري مع الدوره الدمويه باستمرار. خلاص يعني مثلا انواع فيروسات اخرى زي مثلا فيروس سي لحد دلوقتي اللي الانتي بودي بتاعته طول العمر. انا اصبت خدت انتي بودي ليه؟ خلاص يفضل طول العمر. فاي اصابه بعد كده بفيروس سي مثلا يبدا يحصل لها هذا بتاع او بي، اوكي، يبدا يحصل لها ايه؟ مكون ان هو في جهاز او في انتي بودي او في اجسام مضاده موجوده في الدم بتجري مني مجرى الدم، مجرى السيركوليتنج سيستم بالظبط. بيبدا اول ما الجسم ده اول ما الفيروس بي يجي او فيروس سي تبدا تهاجمه على طول مباشره. لو كان حاجه الانتي بودي بتاعتها عمرها اقصر اللي بيبدا يساعدني في هذا الكلام هو البي ميموري سيل. تمام؟ تمام يا جماعه كده وصلنا. البي ميموري سيل تبدا تبقى ذاكره بالنسبه لي الى طول العمر. لهذا المكون او لهذا الجسم الغريب، وهي برضه انواع كثيره على حسب نوع اللي بيتكون عندي. ده يا جماعه باختصار شديد جدا الفيديو الذي يعني مدته تقريبا دقيقتين ونص او اكتر، جزء يعني ابسط يعني اكثر من كده، هو ده يمثل هذا الفهم الرهيب لجهاز المناعه. خلاص انا حاولت اشرح لكم عليه بصوره مبسطه وتفهم منه يعني ايه جهاز المناعه. هو ده اللي بيتم مع كل نوع غريب يهاجم جسم الانسان، هذا التتابع الرهيب اللي خلقه ربنا، اللي هو جسم غريب يهاجم الماكروفاجس بعد ما عدى من كل الناتشرال، عشان بس واخدين بالنا، وهاجم الماكروفاجس، الهجم الماكروفاجس هضمته وبدات تعرفه خارجيا الى التي هيلبر سيل، وتبدا تفرز سيتوكاينز اسمها انترلوكين واحد، وتبدا تي هيلبر سيل تفرز سيتوكاينز اسمها تي هيلبر 2. تي هيلبر 2 ديت او اسف انترلوكين 2، التي هيلبر سيل الانترلوكين 2 ده يبدا يحفز التي سيتوكسيك سيل اللي هي تي القاتله. التي القاتله تبدا تهاجم الانفكتد سيل، يعني خليه الجسم النورمال الطبيعيه المصابه بالانتيجين، وتبدا تكسرها وتدمرها. طيب ويجي برضو تي هيلبر سيل على الجانب الاخر تروح محفزه البي لينفوسايت اللي هي خلايا بي، فبالتالي تؤدي الى الماتيوريشن بتاعها او تطورها ونضوجها وتكاثرها وتصبح اسمها البلازما سيل، تفرز
انتيبادي. الانتيبادي في الحاله ديت يبدا يمسك كل سبيسيفيك انتيبادي او انتيبادي متخصص في الانتيجين الخاص بيه، ويبدا ده يحفز لي الكومبلمنت بروتين اللي هم 20 بروتين متخصصين، يبداوا ينشطوا في تتابع معين، يبداوا يعملوا لي ايه، يبداوا يعملوا تكسير لهذا المكون اللي اتكون اللي اسمه انتيجين شرطه انتيبادي رياكشن، تفاعل الانتيجين مع الانتيبادي. ده خلاصه الموضوع. وجزء اخر من البي سيل يبدا يكون لي حاجه اسمها البي ميموري سيل، اللي هي ذاكره بي، اللي هي تبدا تتعرف على اي جسم غريب يبدا يهاجم الجسم بعد كده بالمكون ده او بالتكوينه ديت. خلاص كده تمام. يا رب الحته كده تكون وصلت، يعني نفسي تفهموا جهاز المناعه. لو وصلتوا للفهم ده ان شاء الله رب العالمين الدنيا بعد كده تبقى سهله جدا 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 علينا. اوكي طيب، هسيب بس انواع الانتي بودي وانواع السيتوكاينز الى اخر المحاضره، وهبدا بس هنا في يعني ايه مناعه طبيعيه ويعني ايه مناعه مكتسبه. احنا كنا اتكلمنا عنها. ادي المناعه الطبيعيه. المناعه في جسم الانسان تنقسم الى نوعين رئيسيين، ناتشورال اللي هي بيسموها انيت يعني المناعه الابتدائيه او الطبيعيه، واكوايرد او المناعه المكتسبه. مين بقى المناعه الطبيعيه؟ اهو كل اهو بيقول لك الاناتوميكال باريرز، يعني فيرست لاين زي مين؟ زي السكن، زي الجلد، زي الموكس ممبرين، زي السكريش السلايفا وجاستريك اتش سي ال والاسيديك يوري، كل ده مناعه طبيعيه. الريفلكسس يعني ايه؟ حاجه زي السوالو، البلع، القف اللي هي الكحه، السفنكترز اللي هي الفواصل بين كل جزء والتاني، يعني مثلا في المعده الفصل عنه عن البلعوم او الفصل عنها عن الامعاء، كل ده يمثل لي مناعه طبيعيه. طيب في جزء تاني في المناعه الطبيعيه، الانفلاميشن. يعني ايه؟ يعني الالتهاب، ده يمثل مناعه طبيعيه برضو، ان يحصل احمرار ويحصل بعد كده التيومر، يعني يبدا يعني يحصل بيسموها سويلنج، يعني معناه ايه بالعربي؟ ورم، يعني ورم الجزء ده ورم من الـ من الـ من الـ من الانفلاميشن، وحصل زياده في درجه الحراره في الجزء ده، وحصل الم، وبعد كده فقد الوظيفه بتاعته، ده بيسموها كلها الانفلاميشن. ده سكند لاين بالنسبه لي. يبقى الانيت اميونيتي حاجتين، اللي هو جزء الفيرست زي ما احنا اتكلمنا كل الباريرز او كل الحواجز الخارجيه ديت، او جزء الانفلاميشن. مش هتكلم على الجزء ده بالتفصيل لان الانفلاميشن اصلا ليها يعني المفروض ان احنا لو ان شاء الله في وقت هيبقى ليها محاضره مستقله، مش هعدي الجزء ده خلاص، وهتكلم على طول بس على الاكوايرد اميونيتي النوع الثاني بقى. طيب في حته ثانيه زي كده، اللي هي مين؟ اللي هي الكيلر سيل، اللي هي الناتشورال كيلر سيل. الناتشورال كيلر سيل في الحاله دي تمثل مناعه من النوع الانيت او من النوع الناتشورال الطبيعي. خلاص يبقى كل القصه دي سواء كانت انفلاميشن او سواء كانت باريرز حواجز موجوده في جسم الانسان او ناتشورال كيلر سيل، كل يسموها مناعه طبيعيه. طيب تجاوز بقى الانتيجين كل الحواجز ديت، يوصل لحاجه اسمها الاكوايرد اميونيتي. الاكوايرد اميونيتي نوعين، يشمل نوعين، النوع الاول هو انتاج الانتي بودي، والنوع الثاني هو تحفيز التي سيل توكسيك سيل ان هي تدمر الجسم الغريب. يبقى هنا في انتاج الانتي بودي، اوكي، والنوع الثاني اللي هو انتاج او ان تحفيز التي سايت توكسيك سيل ان هي تقتل هذا الانفكتد سيل. يبقى انا عندي المناعه دلوقتي نوعين، مناعه طبيعيه زي ما احنا اتكلمنا، ومناعه مكتسبه. المناعه الطبيعيه لها شق، والمناعه المكتسبه لها شق اخر. خلاص كده خلصت الجزء ده. هرجع بقى يعني ايه انتي بودي او انواع الانتي بودي. خلاص بيسموه الاميون جلوبلين، اميون جلوبلينز. خلاص الانتي بودي كم نوع؟ خمس انواع. اول نوع فيهم اسمه اي جي اي، ده بيقول لك بريدومينانت انتي بودي، يعني هو ده الشايع في او اكثر نوع شيوعا من الاجسام المضاده.
ده هو بيقول لك موجود في السلايفا، موجود في اللعاب، وموجود في البريست ميلك اللي هو في لبن، في لبن الامهات، وبيحمي الميوكوس ميمبرين، يمثل من 10 ل 15% من مجمل الانتي بودي. ادي قصه الاي جي اي. اي جي اي اللي هو بريدومينانت، يعني هو اكتر نوع شيوعا في الجسم، وهو موجود في السلايفا، موجود في اللعاب، موجود في البريست ميلك، ويمثل من 10 ل 15% من الانتي بودي. النوع الثاني الاي جي جي، احنا كلنا برضو سمعنا عنه، ده الميجر كلاس، ده يعني اكتر نوع نسمع عنه هو الاي جي جي، يعني او اكتر نسبه، يعني يوصل كام 80% من انتي بودي اللي موجود في جسم الانسان، وليه انتي فايرال يعني مضاد للفيروسات، وليه انتي بكتيريال الاثنين، وانتي توكسين كمان، يعني اي سموم خارجيه لجسم الانسان يتفرز لها انتي اي جي جي، انتي بكتيريال وانتي فايرال وانتي توكسين، ويمثل 80% من الانتي بودي الموجودين في جسم الانسان. وبيقول لك ممكن يعبر البلاسينتا، يعني يعبر المشيمه، ويمثل البروتكشن للنيو بورن، للاطفال الحديث الولاده. هو ده اول نوع بيبقى موجود من انواع الانتي بودي، يعني جاي من الام. طيب النوع الثالث IgG IgM، ده اكبر واحد، يعني اكبر حجما، يعني احنا اتكلمنا دلوقتي الشائع او اكثر شيوعا A، الاكثر نسبه G، اكبر حجما M، خلاص. وهو اول واحد بينتج، يعني اول واحد بينتج في حته الاجسام المضاده، هو اول واحد بيبدا الاميون ريسبونس اللي هو IgG M، خلاص. مسؤول مثلا عن، هو تقريبا نسبته 10%، خلاص. النوع الرابع اللي هو الاي جي جي اي، اي تاني كان اي، ده اي، ده موجود في الماسل سيل، فاكر الماسل سيل اللي احنا اتكلمنا عنها في خلايا الدم، هو ده موجود في، يعني ينسج، بينسج في الماسل سيل، ويمثل تقريبا 1% من توتال انتي بودي، يعني قصته كلها مع الماسل سيل، اوكي، يحفزها لافراز هيستامين والكلام ده كله، وليه دور بعد كده، يعني ان شاء الله في السنوات اللاحقه هقول لكم امراض، وهقول لكم انواع الحساسيات المختلفه، ان شاء الله هتبقى يعني في سنه ثالثه في ماده الباثوفيسيولوجي، اوكي. النوع الرابع اللي هو الاي جي دي، ده بيقول لك الرول بتاعه مش واضح قوي، ولكن بيقول لك يعني ممكن هو المسؤول عن الماتيوريشن او نضوج البي سيل، ويمثل اقل من 1% من مجمل الانتي بودي. يبقى الانتي بودي عندنا خمس انواع: اي جي اي، اي جي جي، اي جي ام، اي جي اي، اي جي دي. اي جي اي هو البريدومينانت، يعني الاكثر يعني شيوعا، الميجور او النسبه الكبيره هي اي جي جي اللي تمثل 80%، والاكبر حجما هو الاي جي ام، اكتر واحد مهم فيهم هو الاي جي جي، لان هو ليه انتي فايرال، وليه انتي بكتيريال، وليه انتي توكسيك افكت. طيب مين المسؤول عن حته الهيستامين او الرياكشن او الحساسيه او الالرجي؟ مين؟ اي جي جي اي، اوكي تمام. هذه ممكن تكون مسارات اسئله في الامتحان. كده خلصنا انواع الانتي بودي. هخش بقى على انواع السيتوكاينز اللي هي التي تمثل موضوع مهم بالنسبه لي. السيتوكاينز اكشن ليها كذا اكشن. اول حاجه الانواع، منها انواع السيتوكاين انترلوكينز، انترلوكين، ودي 17 نوع، بيقول لك من انترلوكين 1 لانترلوكين 17. يبقى بيقول لك المشكله كبيره جدا في مرضى الكوفيد دلوقتي حاجه اسمها سيتوكاين ستورمينج، وهتسمعها كتير جدا، اللي هي عاصفه السيتوكاينز، افراز كميه كبيره جدا من السيتوكاينز، والسيتوكاينز انواع كتيره. اول نوع فيها رقم واحد اسمها الانترلوكين، الانترلوكين نفسه 17 نوع، زي ما احنا شفنا انترلوكين 1 وانترلوكين 2، انترلوكين 1 يفرز من الماكروفاجس وبيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيل، طب انترلوكين 2 يفرز من التي هيلبر سيل ويعمل اكتيفيشن للتي سايتوكسيك سيل، دي تكون ممكن تكون مسارات اسئله، نركز فيها يا جماعه، تمام؟ طيب وليه دور زي ما احنا اتكلمنا كده، يعني ايه، انا هخلي اتكلم باختصار عشان الحاجات ديت ليها يعني اماكن بعد كده او اجزاء كتيره جدا، بس لازم تبقى عارف يعني ايه سيتوكاينز انواعها، اول نوع فيها الانترلوكينز وهو انواع كتيره زي ما احنا اتكلمنا عن واحد واثنين ودورهم في الموضوع ده. النوع الثاني الانترفيرونز، فاكرين الانترفيرون كان في علاج زمان لفيروس سي،
وليس من زمان يعني، وليه ويستخدم كتير جدا دلوقتي الانترفيرنس دي في في كانتي فيرال ايجنتس، يعني عمل استخلاص للانترفيرنس خلاص، وبداوا يعملوا بيها انتي فيرال اكشن يعني مضاد للفيروسات، كان اشهرهم هو انترفيرين جاما اللي كان وبيتا اللي هو كان بيفرز او كان يستخدم لعلاج فيروس سي، لان طلعت الحاجات الجديده اللي هي الاقراص اللي موجوده حاليا. وانترفيرنس ليه ادويه كتيره جدا موجوده في السوق، وده يمثل لي خط لاين اساسي في في ادويه الاوتو ايمون ديزيز اللي هي ادويه الامراض ذاتيه المناعه. ليه دور كبير جدا، هو دوره ايه؟ ليه دور انتي فايرال ايجنتس، وهكلمكم عنه ان شاء الله يعني في حين بقى في الفارماكولوجي او علم الادويه والكلام ده بعد كده هنتكلم عنه. بس انا عايزك تعرفوا دلوقتي ان السيتوكينز انواع، او النوع الانترلوكين، ثاني نوع الانترفيرنس، ثالث نوع بحاجه اسمها تيومر نيكروزس فاكتور، ده مسؤول او ليه دور مهم جدا ان هو بيقتل التيومر سيل اللي هي الخلايا السرطانيه. اوكي، وبرضو ادويه موجوده دلوقتي والكلام ده كله هنتكلم عنه في حينه يعني، بس تعرف برضو ان في حاجه اسمها تيومر نيكروزس فاكتور. في حاجه رابعه اسمها ترانسفورمينج جروث فاكتور بي بيتا، ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، ده منتج برضو بالليمفوسايت والماكروفاجس والبليتلت. اوكي، وده بيعمل ستيميوليشن للفايبروبلاست، فاكرين الفايبروبلاست في كونكتيف تيشو؟ ده مسؤول عن حتة الووند اوف هيلينج او الووند هيلينج، يعني مسؤول عن التئام الجروح، ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. يبقى انا عندي الانترلوكين ينشط تي هيلبر سيل، وينشط يعني تي الانترلوكين واحد اللي هو بينشط التي هيلبر سيل، والانترلوكين اثنين اللي هو بيفرز من التي هيلبر سيل عشان ينشط التي سيتوكسيك سيل. تمام كده؟ تمام. نخش على النوع الثاني اللي هو الانترفيرنس، وده فيه ثلاث انواع الفا وبيتا وجاما. اوكي، وليه انتي فايرال اكشن، يعني ليه مضاد للفيروسات رئيسي، وليه برضو قلنا قصته. النوع الثالث اللي هو تيومر نيكروزس فاكتور اللي هو بيقتل الخلايا السرطانيه، وهي ادويه دلوقتي موجوده اسمها ادويه كده اسمها تيومر نيكروزس فاكتور الفا او بيتا، ده بيقتل يعني ده الاكشن بتاعه الاساسي ان هو يحفز التيومر افراز التيومر نيكروزس فاكتور عشان يدمر الخلايا السرطانيه. النوع الاخير بقى اللي هو الرابع اسف اللي هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، ده بيساعد على الووند هيلينج ان هو بيعمل اكتيفيشن او تنشيط للفايبروبلاست اللي هي الخليه الرئيسيه في الكونكتيف تيشو. خلاص. طيب النوع الخامس بيسموه كولوني ستيميليتنج فاكتور، ده بيفرز بالمونوسايت ويفرز بالفايبروبلاست ويفرز من الليمفوسايت، وده بيعمل ايه؟ بيعمل جروث واكتيفيشن وبرو ريفريشن للوايت بلاد سيل، يعني يزود انتاج الوايت بلاد سيل. يبقى انا دلوقتي لو عاوز ازود انتاج الخلايا المناعيه بدي مين من بره؟ كولوني ستيميليتنج فاكتور، او ادويه تعمل التنشيط للكولوني ستيميليتنج فاكتور، سواء كان هو موجود طبيعيا كده يعني في ادويه كده اسمها كولوني ستيميليتنج فاكتور. اوكي، او تحفز افراز الكولوني ستيميليتنج فاكتور. يبقى انا عندي دلوقتي السيتوكاينز خمس انواع، اول حاجه الانترلوكين من 1 ل 17، ثاني حاجه الانترفيرون الفا وبيتا وجاما، عندي بعد كده التيومر نيكروزس فاكتور الفا وبيتا، عندي ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا، وعندي الكولوني ستيميليتنج فاكتور. لو انا عندي عارف ده اكتر حاجه بيستخدموها فيها في ايه؟ بيقول لك ان الناس اللي بتاخد ادويه لعلاج السرطان بيحصل ايه؟ بيحصل دروب كبير جدا في عدد النيتروفيل، فاكرين النيتروفيل؟ بيحصل دروب كبير جدا يعني العدد بتاعها بينقص بصوره كبيره جدا، فبالتالي بيكون الانسان ده عرضه كثيره جدا للامراض، لان الوايت بلاد سيل وقعت والنيتروفيل توصل 60% من كميه الوايت بلاد سيل. بيقول لك ان الكولوني ستيميليتنج فاكتور ده يحفز انتاج النيتروفيل، يعني وبالتالي يزود عدد الوايت بلاد سيل. احنا عارفين طبعا عدد الوايت سيل بالنسبه لي طبيعيا تقريبا من 4000 ل 11000 طبيعيا في جسم الانسان، لو قل عن كده ده يمثل لي خطر كبير جدا ان الانسان ده بيكتر عرضه للامراض واكتر عرضه للاصابه بامراض باستمرار. الحاجه اللي بتحفزها او بتزود عدد الوايت بلاد سيل هو الكولوني ستيميليتنج فاكتور. خلاص، مش عايز ازود معلومات اكتر من كده في الجزء ده،
انا بعتبر ده فرشه للجهاز المناعي، وده فرشه كويسه جدا لعلم المناعه. لو فهمتها هتحب العلم ده قوي، علم جميل جدا، متشعب جدا، محفز جدا على انك تشوف قدره ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. حاجه منتهى الاعجاز، منتهى الجمال، منتهى كل شيء. نفسي الفرشه ديت للاميون سيستم. طبعا انا يعني اعذروني على لو كان في اسهاب في اجزاء، بس كان نفسي تفهموا الجزء ده بصوره كبيره جدا، لانه مقدمه لعلم كبير جدا 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 موجود ومهم جدا بالنسبه لي، تفهم منه كل حاجه. وهو علم صعب على فكره فهمه، ولكن الحاجات البسيطه اللي انا اعطاها لك النهارده ديت تقدر من خلالها تبني كميه او تبني لنفسك بيز او قاعده، ان انت باذن الله رب العالمين تفهم العلم ده بعد كده لما تدرسه بالتفصيل في من خلال علم الايمونولوجي كعلم مستقل. خلاص، يا رب اكون افدت النهارده في الجزء ده. كده الحمد لله رب العالمين، انا خلصت المحاضره. شكرا جزيلا لكم، والقاكم ان شاء الله رب العالمين على خير. السلام عليكم.